شكرا. إذن سيد الحفيظ، قاعدة تتوالى أخبار الوفيات جراء وباء كورونا. بالأمس تم تسجيل 10 وفيات، يعني عودة ارتفاع في عدد الإصابات وحتى الوفيات، يعني كيف هي الوضعية الوبائية اليوم؟ والله هي الحق الوضعية محيرة، لأن العدد صعد يوميا ونحن في المستشفيات بدينا نحس الضغط مثل ما عشناه في الأشهر اللي فاتت، حتى ولو ما زال ما لحقناش يعني لعدد ضخم، ولكن ارتفاع وسرعة الارتفاع بتاع عدد المصابين بكوفيد 19 يخلينا محيرين نوعا ما. حتى عدد الوفيات رحمه الله يصعد يوميا، معدل 10 وفيات رسميا يوميا في الجزائر. هذا يعني ما عشناه من قبل، واليوم لحقنا ننظر في 19 عدد 11 عدد وفيات، شيء مخيف خصوصا وان الفيروس المتحور الان راح ياخذ يوميا يعني يبخون دو تيران، يعني هذا هو المخيف، لان سرعه التنقل تجعل الاعداد تتكاثر يوميا. يعني كل المؤشرات الاخيره يعني تقول انه سنكون في موجه ثالثه وحتكون يعني في ذروتها خلال الايام المقبله. والله الاخ زهور، هذا ما يعني ماهوش الاهم، دائما نتكلم على موجه ثانيه. هي هو في الحقيقه ندخلوا مثلا ندخلوا كنا عشناها في الماضي، ما عندناش يعني معايير بالدقه باش نقولوا نحن الان في موجه ثالثه ولا لا، نتقربوا من موجه ثالثه. الاعداد تزداد يوميا، رانا في فتنا 400 حاله رسميا في اليوم، ونحن نعلم بان عدد الحالات اكثر من هذا، ولكن فيما يخص البي سي ار دائما نرجعوا ان الاعداد هي ما يعني نقارن الاعداد بالحالات تاع البي سي ار، ولكن ماهوش هو الاهم. الاهم هو ان لما تصعد العدد المصابين بالكوفيد 19 الضغط يكون في المستشفيات في مصالح تكفل. بسبيل المثال نقول اليوم مثلا في مستشفى بوفاري كنا درنا اجتماعات هذه المثل الاخيره باش نحاول نغير نوعا ما طريقه العمل ونشوف نزيد في عدد الاسره. اليوم رانا مضطرين باش نعاودوا نغلقوا بعض المصالح اللي كانت عاود ترجع يعني الخدمه الاساسيه، ولكن للاسف اليوم مثلا مصلحه الجراحه راح اليمات المقبله ان شاء الله راح نرجعوا نعملوا فيها الا بمرضى تاع كوفيد 19. يعني باش نقول لك باللي الحاله اصبحت اليوم اكثر خطوره مما كانت في الاسابيع الماضيه، وحنا نشوفوا التصاعد هذا من بدايه شهر جوان لحد اليوم يزداد يوميا العدد. اكيد يعني لما تقول يعني غلق بعض المصالح ونخصوها الى الكوفيد اكيد سيعطل ايضا او سيزيد من حده المرض لدى بعض الناس الاخرين الذين يحتاجون يعني طبعاً على امراض اخرى. سواء تكلمنا عن المصالح الطبيه يعني مثلا الطب الداخلي او المصالح الجراحيه راح يعطل، راح يخلي الامراض الاخرى ما تكفلوش بها كما يجب، وهذا ما كان يعاني به المواطن في السنه الماضيه واليوم، ولكن هذا على غرار عده بلدان في العالم. الجزائر ماهيش تعيش وحدها، الجزائر ماشي اللي رانا نعانيو من الكوفيد 19. اليوم المعطيات راهي تتبدل حتى في البلدان الغربيه، كنا نشاهدوا يعني لحقوا من حالات وين نقصوا من الاجراءات باش يتفادوا الكوفيد، ولكن اليوم راهم يعاودوا اعاده النظر في كل الاجراءات الصحيه باش يقاوموا هذه الموجه اللي هما الموجه الرابعه طبعا، اما نحن ما زلنا نتكلموا عن الموجه الثالثه. ولكن الوضعيه الصحيه اليوم راهي نوعا ما مخيفه. اكيد يعني خاصه يعني كما قلت يعني كورونا المتحور خاصه السلاله البريطانيه منها يعني هي التي تفتك بالعديد من الاشخاص. نعم، حتى في الجزائر المدير تاع معهد باستور وعطانا ارقام اللي راهي تثبت بوجود الفيروس المتحور، اما تكلمنا على الدلتا ولا الالفا، هم كلهم فيروسات متحورين، كل واحد منهم عنده الاخصائيه تاعو. الجزائر اليوم عندنا الفا عندنا دلتا، كاين
المواطن مش لازم يعرف اليوم، بس من بعد نتكلموا على الإجراءات وعلى التدابير لازم يعرف باللي الفيروس المتحول هذا عنده خصائص تاعه، منها سرعة التنقل، منها يعني لا سيفيريتي تاع الأعراض، يعني خطورة الأعراض هذه، وحتى عدد الحالات المتفاوتة الخطورة اللي تلزم باش نقلوها إلى مسرح الإنعاش راهي تكسر بهذا الفيروس المتحور. يعني كيف هي غرف الإنعاش مثلا على مستوى مستشفى أبو فارق؟ هي بالحقيقة احنا مستشفى أبو فارق نعمل كثرة مع مصلحة الإنعاش تاع مستشفى فوسطن في البوليدة، ولو عندنا بعض الأسرة تاع الإنعاش، ولكن أكثرهم ينقل إلى مستشفى فرنسا. وش نقول لك، لحد الآن راهي الأمور أنا متحكمين فيها والحمد لله، لكن دائما احنا نفكر في الأيام المقبلة، إذا زادت الأعداد، إذا زادت الحالات الخطيرة نصبح ونخدم تحت الضغط، لأن مصالح الإنعاش تاع ولاية مستشفى البوليدة ما يقدرش ياخذ لنا أكثر من ما يستطيع، لذا نصبح نعمل تحت ضغط، وحتى المرضى اللي لازم تدخل في مصالح الإنعاش لابد علينا احنا نشدوهم في مستشفيات الأخرى بوفاريك، ولا حتى في يعني في المستشفيات اللي ما عندهاش مصالح الإنعاش، ولكن دوبور ترافاي بلي موان دوبور، يعني يلزم علينا الحال باش نخدموا باللي عندنا الإمكانيات اللي عندنا، وهذا ما نتمناه طبعا. احنا ان شاء الله نتحكم في الوضعيه باش ما تجيش ان شاء الله. يعني لما نتحدث على التحكم في الوضعيه، نتحكم نتحدث على اهمال بعض المواطنين للاجراءات الوقائيه، وحتى يعني المواطنين اللي ربما تعرضوا لكورونا يعني في الايام الماضيه، يقول لك انه مانيش حنزيد نمرض به، لكن شفنا حالات انها يعني عاودت مرضت به للمره الثانيه. نعم، هي في الحقيقه صور لما نتكلم على المواطن لازم نفهم شويه هذا المواطن اللي راه عانى منذ تقريبا سنتين من أزمة من وباء الكوفيد 19، ولكن باش بودي اليوم نعطي يعني بعض الإرشادات. طبعا كنا في الأسابيع الماضية منذ قول بداية السنة كنا في حالة استقرار، ونتفاهم المواطن لما يعني يحاول يعني يعاود يرجع لمدة الحياة الطبيعية ولكن اليوم نتكلم على اليوم، يعني منذ هذا الأسبوعين الأخيرين لابد المواطن يعرف بالأعداد هي عاودت تتكاثر من جديد، الأعداد تزداد يوميا، عدد الحالات الخطيرة تزداد يوميا، عدد الوفيات تزداد يوميا. إذا نقول اليوم لا يا أخي، ما نقدرش نقعد نعيش بهذه الطريقة، لابد نرجع للتدابير اللي كنا نعمل بها في السنة الماضية، وحتى باش نتفادى الموجة الرابعة اللي لا قدر الله بالفيروسات المتحورة اللي راهم متنشرة الآن في الجزائر وفي كل البلدان العالم، واللي راح تعطينا لربما أعداد كبيرة ضخمة وما نستطيعش يعني نتكفل بها بطريقة يعني بجدية. لذا نقول لابد نرجع للأساليب للوقاية ضد هذا الكوفيد، ضد هذا الكورونا فيروس. الوقاية فيها زوج نقاط، النقطة الأولى هي كل اللوازم الإرشادات الصحية اللي كنا نعمل بها من قبل، اللي هي بسيطة نعاود نذكرها، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين بكثرة إلى آخره، هذه من جهة. ولكن النقطة الثانية اللي على حسب رأيي أنا كطبيب مختص هي ما أهمية التلقيح. حتى هذه النقطة اللي راه معمول به عبر العالم، احنا في الجزائر كثر عليه جدل كبير، والناس تهدر في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راح هذا ماهوش باش يعني ما يفيدناش، اولا ما يعاوناش احنا كعمال الصحة كأخصائيين، لأن لما نطرح السؤال ما هو البديل لما ما نعملش بالتلقيح؟ عبر العالم اليوم لي غران اسبوار، الامل تاعنا الوحيد هو يمر بالتلقيح. الان
عدة أسئلة تطرح على هذا العمل التلقيح. يقول لك هل هذا الفيروس المتحور يعني اللقاح اللي راح موجود هل فيه فعالية؟ هل هذا اللقاح اللي راح نجي طيب فقط أستاذ الحافظ قيدي فقط ابقى معنا عبر الهاتف، نتوقف مشاهدينا عند فاصل. عودة لكم مشاهدينا من جديد، وعودة إلى الأستاذ عبد الحفيظ قيدي أو الدكتور عبد الحفيظ قيدي مختص في الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك. أهلا بك من جديد دكتور. فقط كنا نتحدث فيما يخص اللقاح، كما قلت يعني عديد من الأسئلة تطرح عليكم، يعني هل هذا اللقاح هو ناجح؟ يعني هل عندما تلقى اللقاح لن يعني لن يصيبني كورونا؟ والله طبعا لابد تكون في إجابة. احنا واش نقدر نقول للمواطنين؟ أولا لابد نخلو الأخصائيين يتكلموا في الموضوع، لأن الموضوع مهم جدا وفيه حتى خطورة على المواطنين. ما لازمش الناس يعني من هب ودب يتكلم في الموضوع، خطر فيه انعكاسات على يشاهدوها. المواطنين ما راهمش يتفاداو، ما راهمش يروحوا بكثرة باش يتلاقاو هذا التلقيح. كنت في بداية السنة كنا احنا نناديو وزارة الصحة حتى رئاسة الجمهورية باش يكون فيه توفير تاع اللقاح، لأن نحن نأمل في هذا اللقاح هذا باش يكون هو إن شاء الله حل لهذا الكوفيد. ولكن ماذا نشاهد الآن؟ اللقاح موجود متوفر عبر كل الولايات والمواطن. المشكل هو أن المواطن ما راحش يروح يدير بكثرة هذا التلقيح، وهذا يؤسفنا وهذه خطورة علينا. خطر في كل البلدان خصوصا البلدان الغربيه راهم يديروا اللقاح يعني ب غروند ايشيل باش فيها مقاييس فيها اهداف. الهدف من اللقاح هو في الجزائر مثلا عبر كما هو معمول به في الخارج لابد نلحق نغطي 60 70 حتى 80% من المواطنين باش تكون فيه مناعه يعني جلوبال تاع كل المواطنين. اليوم ما نشاهده الان رانا احنا في الجزائر متاخرين كثير، لان ما نش نغطيو كثير المواطنين ما راهمش يعني يديروا التلقيح. الخوف ما نظنش فيه ماهوش محله. لماذا؟ لان المعطيات انا شفنا حالات يعني تلقاوا اللقاح والحمد لله. طبعا قليل الحالات اللي عاودوا مرضوا، ولكن حتى ولو مرضوا على حسب ما رانا نشوفوا احنا تكون اعراض خفيفه، يعني اعراض خفيفه ما تستدعيش يعني ان الدخول في يعني لغرفه الانعاش. وهذا وامور اخرى شاهدناها عبر الريسورس، وهذو الناس كل واحد يلصق لك الهاتف تاعه في القطع النقديه ماهيش باش تساعد المواطنين، وبالعكس هذه راح تعطل عمليه التلقيح. احنا اليوم اذا عندنا نداء للمواطنين هو اولا اخذ بعين الاعتبار كل الارشادات الصحيه اللي كنا نعملوا بها لابد نعاود نرجعوا لها، ثانيا التلقيح ثم التلقيح. يعني هناك يعني في حال يعني ارتفاع ربما حالات عدد الاصابه او حتى الوفيات ربما حتى نعود نولوا الاغلاق الكلي، تكون اجراءات صارمه اكثر. طبعا هذا الامور ترجع الى الجمهوريه وزاره الصحه يعني الكوميسيون هما ياخذوا قرارات، ولكن طبعا لابد نتكلم عليها. اذا كانت الامور تلزمنا ان نرجع الى هذا يعني الاجراءات لابد نرجع عليها، لان يعني حياه المواطن قبل كل شيء. أكيد. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ قيدي مختص في الأمراض المعدية مستشفى أبو فريك، شكرا جزيلا لك.